مشروع طلاب يصنعون ألعاب محوسبة بالرياضيات لطلاب أصغر منهم سنا، وتحدثنا قديش هذا المشروع هادف وفي له أبعاد عميقة. نتابع هذا التقرير. افتتحت مدرسة البيادر الابتدائية في عين ماهل يوم الرياضيات متعة، الذي جاء بالتعاون مع المدرسة الإعدادية في البلدة من أجل تحفيز الطلاب على حب هذا الموضوع والنجاح به. إحنا اليوم كمالت لبرنامجنا، برنامج الرياضيات اللي افتتح يوم الخميس. كان عندنا فعاليات في الرياضيات للصفوف الأول حتى الثالث، اللي قمت بتجهيزها مركزة الرياضيات بمساعدة المعلمات والمساعدات. كان في عندنا محطات داخل الصفوف وخارج الصفوف. الهدف منها أول شيء كان عندنا عدة أهداف. الهدف الأولاني هو تحبيب وتقريب وجذب الرياضيات للطلاب بسبب كره الرياضيات من قبل الطلاب، هاي واحدة من الأشياء. اثنين، كان عندنا مشكلة كمان بنلاحظ إن في عندنا مشكلة بالهندسة، موضوع الهندسة نحس بعيد عن عالم الطلاب، فحببنا نقربه على موضوع الطلاب. بلشت الفكرة أول إشي من وإحنا بصف ثامن، يعني من قبل سنة، وهذا المشروع اسمه ماث إسفان، اللي هو لصفوف أوائل ثواني ثوالث، اللي بيخليهم يتعلموا الرياضيات عن طريقة غير تقليدية كيف بتعلموها بالمدارس، بل بتعلموها عن طرق محوسبة وألعاب اللي إحنا بنيناها إحنا أولاد الصف، واللي اشتغلنا كل خطوة بخطوتها فيها. قام طلاب الإعدادية بأنفسهم بصناعة الألعاب العديدة في مجال الرياضيات والهندسة، ومنها المحوسبة أيضاً، حيث استعانوا بحب الطلاب للتكنولوجيا الحديثة فسخروها لأهداف تعليمية تشجع الطلاب من خلالها على حل تمارين ومسائل حسابية. طلابنا من التاسع بيستفيدوا في بناء برامج محوسبة تعليمية من خلال برامج اللي هي اسمها سكراتش اللي هي التخنوط، وفي هنا كمان الطلاب اللي هن بالابتدائية صف أول ثاني ثالث، اللي هن كمان بتعلموا مواضيع الحساب والمواضيع الهندسة وأنواع الخطوط والهندسة المجسمة وكل هاي المواضيع. إحنا استفدنا بأنه طورنا كثير، وبرنامج سكراتش اللي هو بنينا فيه اللعب أساساً كنا نتعلم فيه الطريقة عادية، بس أسا طبعاً من بعد ما بنينا اللعب صرنا يعني نعرف أشياء فيه أكثر. التعاون بين المدارس في عين ماهل ودمج خبرات المعلمين والمدراء في كل من المدرسة الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى المعلمين والمركزين، خلق مبادرة ناجحة ومثمرة عادت بالفائدة على كل الطلاب كباراً وصغاراً. في عنا هنا ما يعادل 9 محطات، صعب أن أدخل فيهن، ولكن في عندي محطات بتتكلم عن الهندسة، في محطات اللي هي بناء مجسمات، في عنا محطات اللي بتحكي عن الخطوط وأنواع الخطوط، في عنا محطات اللي هي فيها حساب بسيط لصف أول، في عندنا محطة اللي بحب أنا أهتم أحكي عنها اللي هي موضوع البنك، اللي هي محطة الأساسية اللي قام ببنائها الطلاب، بحيث أن الطالب بيدخل على البنك وبيتعامل مع موظف بنك، بيسحب من البنك مبلغ موجود في حسابه يتناسب مع نمرة حساب الطالب. لا يمكننا الاستغناء عن موضوع الرياضيات رغم الصعوبات التي يواجهها بعض الطلاب فيه، ولا عن التكنولوجيا وتعلق الجيل الجديد بها، فلا يسعنا سوى دمج المنهجين لمصلحة الطلاب ومنفعتهم.